من أصعب المراحل يلي ممكن يمرقوا فيها الأطفال، أنا مرقت فيها وحضرتك يمكن مرقتي فيها نور كمان. هي أول فترة بالمدرسة، أول يوم نحن عم نبعث فيه بنا أو طفلنا على المدرسة. هذا اليوم على قد ما بيكون الطفل متحمس على قد ما بيكون عن جد عنده مشاعر بين الخوف وبين الرهبة بسبب دخوله لمكان جديد ما له متعود عليه، وكمان بعده عن أمه وبعده عن أهله. بس مشكورة أكيد المدارس وحتى الروضات بهذا الوقت يلي عم يكون في عندهم استيعاب لهي المرحلة وهي الصعوبة اللي ممكن يمرق فيها الطالب، والصعوبة ما بتكون بس على الطفل كمان على الأم، وبتواجه فيها مساعدة من قبل أكيد الطاقم الخاص بالمدارس والروضات، وممكن تساعد طفلها لحتى يتأقلم مع هذا المكان الجديد، وحتى هي بتكون أكيد مرافقته بالمشاعر اللي هي قلق وتوتر إنه كيف رح يقدر يكون هذا اليوم بدونه. اليوم معنا بالاستديو رندا علي ديبا الاختصاصية الاجتماعية والتربوية لحتى تخبرنا تفاصيل كثيرة كيف ممكن نساعد فيها الطفل حتى كمان الأم لحتى يعيش ببيئة مدرسية ويتقبل البعد عن أمه بهي الفترة الزمنية. سعد صباحك. سعد صباحك. أهلا وسهلا فيك رندا. سعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يعني هي المرحلة الانفصالية إذا فينا نقول بين الطفل ووالدته بأول يوم من المدرسة تعتبر من المراحل الصعبة يلي عن جد ممكن تكون صعبة مو بس على الطفل كمان على الأم. إذا فينا نحكي عن المرحلة اللي هي أو عم بحكي عن المرحلة اللي هي الطفل لما يروح أول يوم على الروضة أو أول يوم بصف الأول، فهون بيعاني من مشاعر هيك مختلطة بين نحن متحمسين على المدرسة ونحن خايفين، فشو الحالة النفسية اللي بتكون هون وكيف بنقدر نتعامل معها؟ هلا تماما هو في عنا نحن نوعين من الفصل، اللي هو اول مره بفوت على روضه بيكون بينقل من الدائره الاولى اللي هي البيت لحتى ينقل على الدائره الثانيه اللي هي الروضه، والقسم الثاني اللي هو بده ينقل من مرحله كامله اللي هي مرحله رياض الاطفال يبلش على المرحله الابتدائيه اللي صف الاول. فهون في فرق بين طبيعه الانفصال عن الام وعن البيئه المحيطه فيه. هلا الاهم هي مو بس مرحله مهمه، هي مرحله كثير خطيره اذا ما تم تجاوزها بطريقه صحيحه تماما، لانها حتواجه خبرات الطفل بيتعرض لها بالمراهقه وبتعرض لها بمراحل لسه حتى لما ببلش يكون اسرته او يبلش يفوت بعمل جديد، فاي شيء جديد له بيكون عنده في خطوره وبيرجع لهي المراحل الطفوليه الاولى. هلا نحن ليه بنقول لازم تكون في كثير عنايه بهذا الموضوع؟ احكي هلا على القسم تبع الروضه اللي بده يفوت اول مره. هون نحن لانه ما بيكون بس هو المعاناه عند الطفل، بتكون عند الام، عند الام وعند الطاقم، خصوصا لما بتكون الام جديده هي اول طفل لها بتفصله عنها. فنحن في عندنا كثير استراتيجيات معينه بنشتغلها قبل مرحله الروضه لحتى يفوت بامان. دائما نحن كجهه مسؤوله لتفصل الطفل عن امه بمكان اوسع واكبر يكون في عندنا خطوات بسيطه اللي هي نخلي الام تداوم مع ابنها، نبلش نعطي شعور الراحه للام لحتى تعكسه لابنها وتبلش بشكل تدريجي. نحن اول ما بتسجل الام بنقلها انت فاضيه الاسبوع الجاي تجي قد ما بدك تعدي مع ابنك وتشاركيها الحياه الثانيه ليصير عنده شعور بالامان مثل ما ذكرتي، وما نفوت بدوامه القلق والخوف من المجهول، لانه بالمرحله الروضه بيكون عنده خوف من المجهول اكثر ما انه خوف من تغيير بيئه او تغيير وضع كان فيه وغير مكان او غير مدرسه او غير اصدقاء. تماما. قد ايه مهم التهيئه للطفل من قبل يعني ما يكون في عام دراسي قادم وقبل ما تسجل الام طفلها بهذا المكان يلي رح ينفصل فيه، هل ممكن لازم نهيئه؟ هل هذا الشيء صحيح اني انا مثلا كذب عليه اقول له انا موجوده معك او مو مالي موجوده معك؟ خبرينا اكثر كيف لازم تتم هي العمليه. هلا نحن الاول ما انا كأم باخذ قرار اني احط ابني بروضه كثير مهم ما اروح انا لحالي دور على الروضات لاختار الانسب لي، يكون اخذته معي خليه يشوف الانواع الروضات المختلفه الخيارات المتاحه تماما، ياخذ بلش فكره انه انا في بيئه ثانيه مختلفه عن جو البيت، في العاب ثانيه مو بس الي، في اصدقاء ثانيين ممكن يكونوا افضل مني، ممكن يكون في افراد او اقران من عمري مختلفين، ممكن كمعلمه او كالام البديله اللي حتكون بالصف هي ما تكون مسؤوله بس لتدللني وتكون مسؤوله عن خدماتي، لا هي مسؤوله عن مجموعه من الاطفال. فلما بلش انا اخذه اعطيته اول فكره
لحتى اكسر شوي هالشعور بالجو ليتهيئ للجو الجديد. تماما، لحتى يشوف هالمجهول انه لا يبلش يكون واضح له. بعدين لما بصير الاختيار، وانا بعطيه اختيار دائما بقول للام على هي الحيله، انه انت اخترتي روضتين مثلا، فانت لو فضله وحده قولي له بتحب هي او هي، بس انت عندك الخيارين مقبولين. فهو عنده شعور بجزء من تحمل المسؤوليه، انه هو اللي عم ياخذ القرار هذا الشيء. بعدين بفترات النوادي الصيفية بيكون كتير حلو إذا رحت بعدته أنشطة مشتركة بسيطة، دائما بلش معه بنشاط قادر يعمله مثله مثل الباقي، فطور جماعي، رحلة بسيطة، ما فوت اندماج بالمجتمع تماما، وراعي الفروق الفردية بين الأطفال، ما فوتوا على نشاط مثلا فورا كتابة أو يغني هو لسه لا بيعرف الغنية ولا بيعرف يمسك قلم. صحيح. فمتى ما أنا اشتغلت على هذا صار عندي الانفصال أثناء الدوام لبداية العام الدراسي بيكون بطريق تدريجي شوي شوي. في نقطة كتير مهمة ما بتغفل عنها الأمهات، أنه أنا قبل ما أفصله من البيت وعني كأم للروضة لازم أفصله بالنومة، إذا كان مثلا بينام جنبي أو بينام بغرفتي حاول من أول الصيف أو الشتوية اللي قبلها اللي أنا ناوية أني أبعته على الروضة بلش أفصله بهذا الموضوع. احيانا في امهات بتجي بتقولي انا ما عم بقدر استغني عنه، يعني انه انا كثير ما بيقدر ينام، نحن باول عام مثل اليوم نحن بنهدي الامهات بنسكتهم بنقول تماما نطول بالك تماما. هذا الجيل بصير هو بيقول لمامي انه خلص روحي مامي لا تخافي. انا اليوم جايه اسالك عن الماميات، يمكن اليوم مو بس الاطفال بيكونوا قلقين ومتوترين، في كثير من الاوقات عن جد في اهالي وامهات هن عن جد متمسكين بيكونوا كثير عندهم هذا القلق والتوتر، وهن اللي بيعكسوه على اطفالهم. هذول الماميات احنا كيف بنقدر نتعامل معهم ونخليهم عن جد يكونوا واعيين للفكره بحيث ما ياثروا على اطفالهم؟ هلا اهم شيء كجهه اداريه او كجهه توجيهيه موجوده بالمكان تعطي للام انه انت ممكن ابنك مثلا يبكي زياده، ممكن مثلا ممكن مثلا يشعر باعراض فيزيولوجيه ناتجه عن القلق الانفصال. صحيح. اللي انا رح اعتبره صحي لانه بدايه عم ينشغل بخطوات صحيحه، ممكن يصير معه مغص، ممكن يصير معه استفراغ، ممكن نومه بالليل ما يكون منيح، ممكن اكله شوي يتغير. هو هذا الجانب اللي بخوف الامهات كثير بيخليها دائما عم تبكي ومزعوجه، بتصير عاطفيه اكثر ما هي عقلانيه. كثير حلو انا ابني علاقه بين الام امه للطفل وبين معلمه الصف اللي هي نحن بمرحله الروضه، في حتى دور رعايه اللي بتكون تحت الثلاث سنين يكون هي بتكون كأم بديله للطفل داخل الصف. فانا كثير حلو ابني علاقه لطيفه بين الام وبين المعلمه اللي هي حتكون الام البديله للطفل وقدام الطفل حتى يعرف انه انا حتى المس هي رفيقه مامي. فانا كثير مريح الموضوع لي. نقطه كثير مهمه ذكرتيها انه انا ابدا ما لازم كذب عليه انه انا بقيانه يلا روح، لانه في فكره الديمومه اللي هي انا استمرار الاشياء بتلاقي في العاب للبيبي انه مثلا انا بحط له طابه بتفوت بنفق فهي بتطلع هو بنظره انه هي راحت ما بقى تطلع. هون انا دائما بعطي هذا المثال انه هي الام هيك ابنك بشوفك، انت سكرتي الباب ما بقى ترجعي متى ما غبتي عن عينه. فكتير مهم لا انا اقول له انا هلا رايحه مساحة احضر لك غدا رح اجيب لك شيء، نبني ثقه مع الطفل تماما وتعير له الساعه وفعلا تتقيد بالوقت لحتى يصير عنده مفهوم الوقت جيد بالمستقبل. تمام. طيب الحاله الهستيريه اللي ممكن تصيب الطفل من بعد ما تروح الام ومن والدته من جنبه، انا كيف ممكن سيطر؟ اليوم الكادر التدريسي والكادر التعليمي وحتى الاشخاص الموجودين بهذا المجال انه لازم يكون بالهم طويل في رواء لحتى اقدر استوعب هذا الطفل وطلعه من حاله البكاء اللي هو فيه لحتى خليه يندمج، شو لازم اتصرف؟ هلا انا رح اعطيكي فورا كيف الشغل بيكون، لانه حاله هستيريه ما بقى تسمعي والام بس برا تفضلي برا هي بس عم تسمع صوت. صح. اي تماما. هلا لهيك انا كثير حلو اخلص من هاي الحاله الهستيريه هي وموجوده الام. أهم نقطة أنه أنا أقلب وش الطفل ويكون ظهره لعندي لهون لحتى يشعر بالأمان. إذا ما قدرت أعمل بهذا الشيء حط إيدي على ظهره لحتى أعطي هذا الشعور بالأمان. الترتيب على ظهره بطريقة خفيفة كمان لطيف، لازم يكون نبرة الصوت متوازنة
لا عالية ولا كتير منخفضة. نظرة العين للطفل أنا أطلع فيه بنظرة خالية من المشاعر، لا هي قاسية ولا هي إنه كتير إنه تأرجي إنه أنا خايفة عليه، لا إنه أنت نظرة استغراب إنه أنت اللي عم تعمله ما له رأي رد فعل. هون ببلش هو يفكر ينقل من الانفعال لبلش يفكر تماما إنه أنا ما عطيت ردود الأفعال اللي أم أخذت ردود الأفعال اللي بدي إياها. بعدين ببلش حاكي بمنطقية إنه نحن هون أنت حتقضي وقت حلو، في ألعاب، في تقول له شو في ميزات بالمكان اللي هو بيرغبها، وتقول له إنه هلأ مامي حتروح ورح ترجع، أي انفعال أنت رح تعمله ما حيأثر على أي شيء أنت بدك إياه، وإنما حيصير وقتك أطول. فدائما مفهوم الوقت نحن دائما بنقول مجازيا انه انا ايه هالمشوار شو ثقيل، حسيت الساعه 3 ساعات. فنفس الشيء الطفل انا بعطيه هذا المفهوم انه انت كل ما كنت زعلان وعم تبكي فهو الوقت حيكون اطول، كل ما كنت رايق وعم تلعب الوقت حيصير اسرع. هون انا ببلش خليه انه هو عم يفهم شغلات عم ما له فهمان شو عم بحكي انا، ببلش انا نفذ له اياها، اعطيه العاب، اعطيه الوان، خليه على راحته، اذا حابب يتجول بالروضه ما في اي مشكله، ما بيصير قيده من اول اسبوع بالصف وبالطاوله وبالكرسي وهو الطفل الوحيد بالبيت شو ما بده بيعمل. حاول اعطيه اهتمام لطيف غير مبالغ فيه، وخلي الوقت هذا اللي هو اول ما يبلش يهدى ويسكت ويبلش يطلع حواليه تكون الام قريبه وتخليها تاخده لحتى ثاني يوم يقبل يجي ما يعطي هي رد هي ردود الافعال يعني. واذا ثاني يوم ما قبله هلا السؤال بكره هيك انه ما بيجي ولا مو قبلان تماما. كثير مهم شو ما كان بلا انا لو ببيجامه البيت احملي وجيبي وتعي دعمي انت وياه، لا ما نمشي على رايه يعني، لا لا، وتجيب له غراضه وتجيب له ثيابه نحن بنلبسه ونحن بنهتم فيه، بس جيبي وتعي ليشوف انه هي النقله كثير امنه ليبلش يتكيف معه ويعرف اي رد فعل صار اذا ما كان قدران هو يكون بعمر صغير قدران يوازنه. الاطفال كثير اذكياء وبينقلوا بياخذوا شعور امهاتهم من عضلات وشهم، بيعرفوا القلق والخوف اللي عند الام. جيل ذكي صراحه، جيل ذكي جدا، وهو قادر عن جد يعرف كل شيء بس من يعني نظره عينك او البادي لانجويج تبعك، هو قدران يفهم كل شيء يعني. الله يحميهم يا رب، وان شاء الله بتكون هيك دخول جديد على المدرسه موفق لكل الاطفال ولكل الامهات. شكرا كثير لوجودك معنا.